أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، أريد من الشيخ حفظه الله أن يذكر لي القول الراجح في الملبوس من الذهب بالنسبة للمرأة، وإذا كانت تلبسه في المناسبات والأعراس. الحلي الجائز للمرأة من الذهب هو ما جرت به العادة، ما جرت به العادة في وسط النساء، ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذا كان بمقدار معتدل وجرت به عادة الملتزمين والمتوسطين من الناس فلا بأس بذلك، لأن المرأة بحاجة إلى الحلي. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة بحاجة إلى الحلي، لكن لا تسرف في ذلك. نعم.